الحقيقة مراكز إبداع مصر الرقمية بتوفر فرص تدريب لشبابنا في مختلف المحافظات، بتمكنهم من إتقان علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو يمكنهم من أن يفوزوا بوظائف، سواء وظائف في محافظاتهم بشكل تقليدي أو وظائف كمهنيين مستقلين أو فريلانسز في مختلف دول العالم وهم مقيمون في محافظاتهم. التقيت اليوم بالحقيقة باقة رائعة من شابات وشباب محافظة الأقصر الذين يعملون كمهنيين مستقلين يحققون دخلا يعني واعدا ضخما من خلال العمل كمهنيين مستقلين أن تلقوا تدريب في مراكز إبداع مصر الرقمية. المحور الثاني لنشاط مراكز إبداع مصر الرقمية هو احتضان الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال لكي نمكنهم من إنجاح مشروعاتهم لسيما في مراحلها الأولى. نقدر نقول إن مراكز الإبداع قدرت إنها توظف وتوفر فرص عمل للشركات العالمية للشباب المصريين داخل مصر، استطاعت إنها تسهم في تأهيل شباب مصر للمنافسة في سوق العمل.